سلام زوينات، نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نعطيكم واحد الريفيو على هذا المنتج ديال فيشي، لي جيل ليتوايون والكريم مرطب وسيروم. واش فعلا كيسدوا المسام، كيزولوا الحبوب، كيحيدوا الرؤوس السوداء، كيعطيو لمعة البشرة، كينقيو البشرة او لا غير ضياع الفلوس. كنتمنى يا ربي هاد الفيديو ينال اعجابكم ونكون فدتكم. ما تنساوش ديروا ليا لايك وسبسكرايب وتخلوا ليا كومونتير واي تساؤل عندكم. مرحبا بكم البنات، كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم بزاف. اول حاجه غادي نهضروا عليها البنات هو هذا الجيل نيتوايون لو صابون. هاد القرعه عندي انا خديت 400 مليلتر، كدير 200 درهم من لي باغا فارماسي اولا من لي فارماسي اللي قريب ليكم. وكاينه الصغيره ديالها 200 مليلتر كتاخذوها ب 169 درهم. وبالنسبه للنوع ديال البشره، تليق البشره المختلطه والبشره الدهنيه، يعني البشره الجافه لا البنات ما تاخذوهش، لان يقدر يسبب لكم جفاف اكثر وحساسيه، يقدر يدير لكم حكه، لان هو كيساعد على جفاف البشره وانتم ديجا البشره ديالكم جافه فما غاديش يوالمكم. البنات بالنسبه اللي غادي يخافوا وما غاديش يقول لك ناخذو وما غاديش يوالم البشره ديالي، عندي لكم الحل. رغم انها راه غادي يوالمها وغادي يعجبكم، ولكن باش تاكدي اكثر تقدروا تاخذوا هاد لي ساشي كتباع في لي باغا فارماسي. انا عطاوها ليا مع المرطب، ولكن كاين لي باغا فارماسي اللي تبيعوهم تقدري تاخديها. هادي انا ساليتها، تقدر تكفيك لمده اسبوع، غتشوفي تلاحظي الفرق اللي كاين، واش فعلا والم البشره ديالك او لا. وما غاديش يبان لك ان البشره ديالك بدات كتسد المسام وكاع داكشي اللي قالوا عليها، واش فعلا غادي يطبق، لان كتكون يلاه اسبوع الاول ما غتلاحظيش نهائيا الفرق، غادي تشوفي غير واش والم البشره ديالك ما نشفهاش بزاف، ما دارش لك قشره. هادو هما الحوايج اللي غادي تلاحظي. صافي غتاخذوه غتشوفوا كيفاش جاكم، واش فعلا تنظف كيف ما قالوا او لا. وديك الساعه تقدري تاخدي القرعه الكبيره. نبداو البنات بالنسبه للتركيبه والتفاصيل والفوائد ديالو. بالنسبه لهاد لا جيني توايو البنات، كيعتمد على حم ديال سيليسليك احماض المقشره المعروفه اللي كيساعد على ولا اللي كيشتغل على المناطق الدهنيه، لا زون تي اللي كتكون هي الجبهه ما بين الانف، يعني في الخدود والذقن. هذا كيساعد على يسد المسام وكيزول لابغيونس اللي تيكون ديك المناطق كتبان لك انها دهنيه، كيكون فيها واحد لمعه اللي ما زوينش، وكيحيد الحبوب وكذلك لي بوانوار الرؤوس السوداء. عن تجربه المسام فعلا كيتسدو وتنظيف تيكون فعلا بعمق، لان ماشي غير كتحطي شي حاجه كتابليكيها صافي وكتغسلي وجهك وصافي، لا هذا كتحسي بان تيدخل لابو ديالك وكيغسلها مزيان، يعني كينظف بعمق وكذلك كيزول البوانوار. وبالنسبه للبنات البشره ديالهم اللي كتكون معرضه للحبوب، لناس نورمال حنا عندنا البشره المختلطه او الدهنيه، ما كتجي فين تتزول الحبوبه كتعاود تنوض حبوبه اخرى، لان عندنا مشكل ديال المسام، فهذا هو الحل، كيساعد البنات على سد المسام بزاف. عن تجربه انا جربته وما غاداش ما كنضرش انني غادا نقطعو شي نهار، لان عجبني بزاف كما كتشوفوا هنايا، يعني القرعه راني وصلت فيها النص. ها هي البنات، يعني ماشي خديته وجيت نكذب عليكم ونقول لكم راه عجبني وزوين، لا انا حتى جربته دابا لمده شهرين عاد قلت غنعطي الريفيو عليه واش فعلا زوين ولا غير ضيع الفلوس بحالو بحال لي صافو الاخرين، لاني ما خليت ما جربت غير كيغسل الوجه وصافي. ولكن باش كتحسي انه كاين شي فرق على البشره ديالك ما كاينش، عكس هذا، هذا عجبني لقيت الفرق، ان كيزول لي البوانوار، لان كما كتعرفوا الحبوب بعض المرات ملي كيحيد كيخلي البوانوار، هذا كيساعد على ان ما كتبقاش كل مره خاصك تبقاي تزولي فيه الراس، كتبقاي تغسلي وجهك كتلقاي البوانوار فعلا حيد، وكذلك الحبوب كينشف مزيان الحبوب وكيتزول. يعني انا هذه حاجه اللي عجبتني وريحتني بزاف. وهو البنات كيقدر يعطي واحد، يعني كما عرفنا الحمض السيليسليك كينشف البشره، هذا شركه ديال فيشي دارت فيه الجليسيرين، يعني كيكون واحد التوازن اللي كيدير واحد الترطيب، يعني ملي كتغسلي وجهك ما تتوليش فيه واحد القشره بيضاء، كتشوفي نشوف هي وكيبان لك واحد القشره بيضاء، هذا ما تيديرهاش، هو تينشف ولكن بدون قشره، يعني ما غتبانش لك داك البيضه في وجهك خاصه في الذقن وفي الحناك. صراحه بالنسبه للابو اللي كتكون معرضه للحبوب زوين ليها بزاف، يعني كندوي على الحبوب الخفيفه البنات،
اللي بحال هكا البنات اللي كيكون كدير فون دو تو ما كتنظفش البشره ديالها، الغدلي كتلقى حبوب، كتاكل شي حاجه كتلقى الحبوب، اولا عندها مثلا محلولين بحال الشكل ديالي دائما الحبوب كيتزولوا كيعاودين ينوض بسهوله، هذا غادي يوالم البشره ديالكم البنات. ولكن البنات اللي كيكون عندها الحب شباب او الوجه ديالها عامر حبوب، كنقول لك خاصك تشوفي ديرماتولوج، لان ما غاديش نقول لك يعني خذي هذا وعن ضمانتي ان غادي يوالمك، ما نقدرش نقولها للناس لان غادي غير نكذب عليك. ماشي النوع ديال هاد الحبوب هذا، ما عرفتش ما قدرش يقدر انه يوالم البشره ديالكم، او لا ما غاديش يزول الحبوب دي فعلا 100%. يعني كنهضر على البنات اللي عندهم الحبوب خفيف، ياخذوا عن تجربه غادي يتزول داك الحبوب لانه غادي يكرم وغادي يحيد ما غاديش يبقى. وبالنسبه لنا يقدروا يديروه الناس الحوامل، يعني ما عندهمش فيه مشكل، ما عندهم لناش يخافوا. وبالنسبه انكم يعني كيف ما كتشوفوا هنايا انه كاسبين رؤوس سوداء 28، ان هذاك اللمعان 17 والحبوب 18، يعني الوظيفه ديالو كل حاجه 18 28% 17% و18%، يعني كيزول الحبوب مزيان والرؤوس السوداء مزيان. انا عجبني صراحه، كيف ما قلت لكم غادي نبقى دائما ناخذه لان حسيت بيه تنظف بعمق وكيحمي البشره من الحبوب، يعني هذه الحاجه الزوينه. البنات اللي عندهم بسامات محلولين غادي يحمي لكم البشره ديالكم وغادي يمنعها انها تراكم فيها الدهون، وكيزول اللمعه كيف ما قلت لكم. بالنسبه كديروه جوج مرات في النهار، كي كتفزقوا الوجه ديالكم عاده باش كتاخذوا شويه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، هذا كافي البنات انكم تغسلوا به البشره ديالكم. ريحته زوينه، هو خفيف، ريحته بحال ديال النعناع في اليو، خفيفه زوين. غادي نجربوه وخليوا لي البنات في الكومونتير قولوا لي كيف جاكم. كنتمنى يا ربي نكون فتكم. ثاني حاجه غادي نهضر عليها البنات هو سيروم مينيرال 89، اللي هو ثاني حاجه كتابليكا من بعد ما كتغسلوا وجهكم. خاص يكون الوجه نظيف مزيان وكتحطوا على الوجه ديالكم سريع الامتصاص، يعني البشره ديالكم ما كتحسوش بشي حاجه انكم وضعتوها دغيا كتمصوا البنات، وصالح لجميع انواع البشره الحساسه الجافه الدهنيه والمختلطه، يعني ما عندكم مناش تخافوا، ما فيش مواد ضاره فيه، ما فيش باغابن، ملونات او الكحول كما كتشوفوا هنايا، نو فراغنس نو الكحول، يعني ما فيش نهائيا مواد ضاره او مواد مسرطنه. كيف ما كنعرفوا البارابين هو ماده جد 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 خطيره، ماده مسرطنه للجلد كتسبب لا قدر الله سرطان. يعني البنات عافاكم قبل ما تاخذوا اي منتوج دائما قرب عليه، ما عرفتيش دخلي وبحثي عليها البنات، ولا دابا كلشي كاين في الانترنت، بحثي قبل ما تحطي شي حاجه على وجهك، لان شي منتوج كيعجبك كتبقى كداوميه شهرين 3 شهور 6 شهور وانت طالعه، الله يستر كيسبب الكلف، كيسبب نقاط سوداء. يعني تفادي اي مشكل بحثوا البنات قبل ما تحطوا اي منتوج على البشره ديالكم. نمشيو دابا لاش كيصح الفيشي ديالنا، السيروم ديالنا هو كيحمي البشره من اثر تقدم السن، كذلك التجاعيد او الخطوط، يعني كما كنعرفوا مع الضحكه مع كنهضروا بالجبهه ديالنا كيوليو عندنا ديك الضحكه بين الجناب ديال الفم ديالنا كيوليو عندنا خطوط، وكذلك اننا كنهضروا بالجبهه ديالنا بزاف حتى هي كيولي فيها خطوط، فهاد فيشي كيساعد البنات على انه كيزول الخطوط اللي تيجبد البشره. هنا في واحد الماده اللي هي الهايلورونيك، الهايلورونيك اللي كيديروها الاطباء ديال الفيلر ديال الجلد باش كتجبد البشره، ولا باش كتعطيها واحد كتبان لكم انها شاده وقويه ومرينه. كاينه مضيفينها فيشي في هاد السيروم هذا، اللي كما كتشوفوا 89 مينيرال، يعني 89% ديال المعادن ديال الماء الحراري او الماء المعدني كاين فيها، يعني شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. كنستعملوها البنات في الصباح وفي الليل حتى كيكون البشره ديالنا مغسوله مزيان، كتابليكيه بحركات دائريه، وكذلك ما تنساش العنق ديالنا، العنق ديالك كديريه من تحت للفوق من تحت للفوق، كتابليكي مزيان البنات. الا كانت عندكم هذه زوينه انكم ديروا بها واحد الماساج وانتم طالعين، وكذلك البنات
ما بين كفك ليكم ما بين الفم ديالكم كيوليو خطوط ديال الابتسامه، تبقاو تابليكيو بها هكا بالجناب وكذلك هذه في العنق، وانتم تدهنوا سيروم ديالكم شي حاجه اللي هي زوينه بزاف، ومع المداومه البنات غتحسوا بوجهكم تجبد. انا دابا شهرين وانا كنابليكي على وجهي، صراحه عجبني، جاني زوين، كيستاهل انني صراحه هو تيدير 200 درهم، وغادي نعاود ناخذو لانه صراحه زوين بزاف، كما قلت لكم تيحمي الوجه ديالكم من التجاعيد وكيخليه دائما مجبد، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف، خاصه كما قلت لكم تنهضروا بالجبهه ديالنا والابتسامه ديالنا كيولي فيها خطوط. فهاد الجي صراحه زوين وسريع الامتصاص وخفيف، يعني ما كت ملي كتابليكيو على البشره ديالكم ما كتشوفوش هذاك لابريونس اللي ديجا هو كاين في البشره ديالنا، وما كتشوفوش البنات انه ثقيل، دغيا كتابسور به البشره دغيا كتاخذو، ما تيبقاش نهائيا في الوجه ديالكم، درجه ملي كتحطوا يديكم ما كتحسوا بشي حاجه نتوما حطيتوها، بحال اللي ما حطيتو حتى حاجه. ها هو لو جيل على هذا الشكل كما كتشوفوا البنات، جيل خفيف ودغيا كتمسسوا البشره، زوين وحتى الرائحه ديالو زوينه. ثالث منتوج غادي نهضر عليها البنات اللي هو هذا الكريم مرطب ديال فيشي نورماديرم فايتو سولوشن، اللي هو فيه سوا كوتيديان دوبل كوركشن، اللي فيه 2% ديال الاسيد ساليساليك والاسيد هيلورونيك. غادي نقول لكم شنو الوظائف ديال هاد الاسيد اللي دايرين هاد المواد الطبيعيه. بالنسبه للبنات هاد المرطب كيصلح غير البشره الدهنيه والمختلطه، يعني البشره اللي فيها النسمات والبشره المعرضه للحب شباب والبشره اللي فيها رؤوس سوداء طبعا. بالنسبه للبنات اول ماده غادي نهضروا عليها اللي هي الماده الهيلورونيك، اسيد هيلورونيك كما هضرت عليها في الجينيتوايو، ان ماده اللي كتعتبر من اقوى المرطبات، يعني وكتمنع البشره انها تفقد الماء ديالها، كما كتعرفوا ان الماده ان البشره الدهنيه دائما كتستعمل المواد اللي غتجفف ليها البشره، غتنشف ليها البشره باش ما يبقاش داك اللمعان ويتسدوا المسام، فالبشره كتقدر تفقد داك الماء ديالها اللي مما كيتكون لك كيوليو عندك خطوط. فهاد الكريم المرطب كيساعدك البنات على ان ما تيوليوش عندك داك الخطوط، لانه كيحافظ على الماء ديال البشره. ثاني ماده اللي هي ناتوريل اسيد ساليساليك، اللي كما كنعرفوه وهضرت عليه حتى هو في لو جينيتوايو، كما كنعرفوه حتى هو مقشر طبيعي وزوين البنات بزاف، يعني فيشي هنا ما دارتش، دارت واحد النسبه قليله، يعني باش يعني ما عندك مناش تخافي انه ما غاديش كما قلت لكم ما غاديش يجفف لكم البشره ديالكم، انه زوين غادي غير يمنع ظهور الحب شباب وكذلك يضيق المسام، لي بور ما غيبقاوش البنات محلولين، لذلك ان ما غاديش يظهر لك الحبوب، هذه حاجه زوينه، وما غاديش يدير لك تهيج ديال البشره، يعني ما عندك مناش تخافي ما يدير لك لا تهيج لا حكه. والماده الثالثه البنات اللي هي البروبيوتكس، الماده المغذيه للبشره وكيحميها من التلوث الخارجي، يعني الا درتيه وخرجتي ما عندك مناش تخافي، البشره ديالك غتبقى محميه حتى ترجعي للدار وتغسلي وجهك وتعاودي تابليكيه في الليل عاوتاني، لان تنديروه 2 مرات على بشره نقيه الصباح وفي الليل. ما تديروش البنات تحت العين، ممنوع تحت العين، غير في وجهك كامل تحت العين لله، وتضغطو سقطو في الاماكن اللي فيها لي بور محلولين، ضغطو تماكن بواحد حركات دائريه. شنو حاجه اخرى البنات نقولها لكم، انه ما تخافوش ما تيدير كما قلت لكم لا لمعه لا حتى شي حاجه، ودغيا كتشربوا البشره ديالكم ما كتحسوش بشي حاجه ثقيله على البشره. يعني ها هو البنات حتى هي فيها 50 مليلتر كما كتشوفوا، راني صافي قربت نساليها، انه هو جيل زوين كما كتشوفوا على هذا الشكل، كيتابليكا بسهوله بالزربه، كتشربوا البشره ديالنا كما كتشوفوا البنات بالزربه، كتشربوا البشره ديالنا، يعني كما قلت لكم سريع الامتصاص، ما تسباش لكم شي حاجه كتبري في وجهكم، يعني شي حاجه زوينه البنات. كنتمنى يا ربي هذا فيديو ينال اعجابكم وتكونوا خديتوا واحد المعلومه زوينه على هاد المنتجات ديال فيشي، واي تساؤل عندكم البنات مرحبا بكم. نتمنى يا ربي تخليوا لي واحد لايك وكومونتير زوين، وشكرا لكم على المتابعه. وبالنسبه كما قلت لكم ما تخافوش لا الحوامل ولا الرضع، ما عندكم مناش تخافوا لانها مواد طبيعيه، ما فيش مواد ضاره، زوين بزاف، وشكرا على المتابعه.